الى الحين نايمين؟ يا جماعة يلا الفطور جاهز. خالي يا خالد احمد يلا. ما بعد قاموا؟ شو سوي يا خالتي قعدتهم كسالة. يلا يا احمد تأخرت. صباح الخير. صباح الخير. اخيرا قعدت. صح النوم يا كسلان. الى الحين ما نزلوا؟ يلا يا جماعة الفطور جاهز. يا خالي يا خالد يلا. يا وين زوجك يا آلة؟ ما قام؟ الصراحة يا خالي ولدك هذا تعبت فيه، ما يبغى يقوم، طول الليل سهران يذاكر. يا هالة قومي ياكل شيء قبل يطلع الدوام. شو اسوي عجزت؟ يا جماعة قوموه خل نفطر ترجعنا. خلاص افطروا. بسم الله. خالد اصلا طول الليل قاعد يذاكر ما نام الا عقب الصلاة، حرام خلوه ينام شوية. كيف؟ يلا يا جماعة افطروا. يلا اقول لك يا خالد طريقة قاعدين بها. وش هي يا عبقري زمانك؟ ابد صرخة من صرخات ابوي الا هو طعمه. صرخة من صرخات ابوك؟ اسد ابوك؟ ها؟ جزاء لك وردعا لأمثالك ما في مصروف اليوم. يلا لا عاد يبا امزح معاك، كل شيء الا مصروف. يا حليلك يا احمد. صباح الخير. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. الله 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 الله. اقول السفره عامره من العاده. ما شاء الله ما شاء الله. شو نسوي؟ أخرت. اجلس كلك شيء. يلا يلا تعال. لا بس أنا حبيبي لا بس ما بي ها؟ اقعد. طيب اجلس اجلس. عيب تاكل وانت واقف. يلا اسمع. صبي لي فنجان شاهي فيما أروح أغير ملابسي ها؟ حاضر إن شاء الله. الله يعينك يا ولدي. دايم عاجل ومشغول. المسكين. تعب نفسه في الدراسة وفي العمل وفي حسابات المؤسسة. انت لو فكه من المؤسسة بيخف عنه الحمل. عجزت عنه يا ام خالد، كل ما اقول ارتح يا ابني يقول لا يبا، المفروض انت اللي ترتاح، المفروض انا اشيل الحمل عنك، انا مقصر في حقك يبا، واوعدك يا ابوي اذا خلصت دراسة والعمل اخليك ترتاح. عجزت عنه يا ام خالد، عجزت عنه. تبغى يرتاح؟ وشلون؟ وانت معطيه توكيل على كل شيء، حسابات والتصدير والاستيراد، وين يرتاح؟ يا ام خالد هذا مجرد توكيل شكلي، انا وش لي في الدنيا غير خالد ولدي احمد؟ من يضمن حياته يا ام خالد؟ من يضمن حياته؟ عسى الله يعطيك طولة العمر يا خالد. ويات يا بنتي ويات. يلا يلا يا ابو حميد. يلا 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 المدرسة. انا جاهز بس انت ما نسيت شيء؟ مش نسيت؟ لا ما نسيت. لا تسوي نفسك مستعجل وناسي المصروف. مصروف؟ لا 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 يا ابو حميد طبعا. وبدال الريالين 3 ريال. تفضل. يا ريتك تنسيهم كل يوم عساس تزيدها. انا ما ادري وش اسوي بالفلوس. ما اعطاك ابوك؟ يما فلوس ابوي غير، وبعدين يخلي الواحد يعتمد على نفسه ويجمع ويتزوج. بس يا ابو اطلع تعال تعال بيزه صغيره. ايوه تفضل. لا 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 بس خلاص. عسى الله يخليهم ويهديهم.
هذا خالد؟ هذا خالد ما غيره. هذه سيارته. اقول لك هذا يسمونه التواضع والقناعه. عتب الصراحه والله اللي كنت حاسس من سيارته احسن من كذا. يا رجال المفروض شيء والواقع شيء ثاني. الله من الفلوس عند هذولي. لو تدري وش كثر عندهم فلوس. وش اكثر انه تزوج وما عزم احد. بس انا ابغى اسالك يا وليد، تعتقد هذا بخل منه ولا من ابوه؟ انا الحقيقه ما اعتبره بخل، بس انت تعرف هالايام يقول لك ان الواحد لما يحب يتزوج يخليها عائليه مختصره لا تبذير ولا غيره. ما شاء الله ما شاء الله عليه. بس تعرف ان اللي صاحبه يستفيد. وين صاحبه؟ هذا صاحبه، هذا يتصاحب. لا هو بيطلع ولا هو بيسهر ولا هو بيسافر. رب أسرة. خالد سلام عليكم. كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. أكلمك يا ماجد. كلمني أنا؟ أحسن ما كلمت ولا سلمت علي. يا أخي بعض الناس ملاقيت لقافة. يا رجال اكسر الشر بس ما عليك منه. اكسر الشر. تصور أنا عارف أنه ما سلم إلا عشان رد عليهم ويقعد يتكلم معنا. النوعيات طال عمرك المفروض أنك تردبهم. رد بس ليهمك. صباح الخيرات. هلا والله. هلا خالد. وقعت في حضور يا شباب. ها؟ اي والله ما وقعنا يا مدير. ترى المدير يسأل عنكم. شوف كلم منك انت. تعال نجي بدري نجي بدري. هذا احنا جينا بدري وش استفدنا؟ يلا قم قم خلينا نشوف المدير ايش عنده. هلا هلا بأحسن صديق وأعز نسيب. شلونك؟ إيه مساليل. ها ها بشر أنت شلون مذاكرة؟ الحمد لله تمام وعال العال. أنت بشر ذاكرت؟ أنا فل 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 فل. يا أخوك تراك تخوفنا عليك وتخلينا نحسبك ما عرفت شيء بالامتحان. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا سعد، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامه يا فتى. الله يسلمك. ها شو اخبار الشغل معاك؟ والله الحمد لله الشغل ماشي كله تمام. عال عال. وزي اخبار انتداب حضرتك؟ لا والله كل شيء تمام. هذا انا جايب كل الاوراق معي عشان نقدمها بكره للوزاره ان شاء الله. المهم شو اخبار الجماعه كلهم؟ والله الشغل ماشي تمام والجماعة كلهم موجودين وتمام الحمد لله. ايه حتى ماجد ووديع؟ ايه فندم حتى ماجد ووديع موجودين. يعني كانوا مداومين الأسبوع اللي فات؟ الحقيقة هم لسه واصلين النهاردة للأسف. الأسبوع اللي فات كله ما كانوش موجودين. يعني ضابطين غيابهم بفترة انتدابي برا. ها على العموم عطنا دفتر الحضور. تحت أمرك فندم. والف الحمد لله على سلامة سعادتك. الله يسلمك. اقول طال عمرك صدقني احنا هنا من زمان والله من زمان. بس مشكلتنا احنا طال عمرك حاجه واحده ان احنا طال عمرك نسينا نوقع بس. نسيت توقعوا؟ خوش عذر. اي بالله خوش عذر. اولا
في افتك النظام الاداري وفي دفتر للتوقيع والانصراف وانتو عارفينها زين. ثانيا انتو جيتوا الحمد لله على السلامه. وينكم في؟ ما فضينا طال عمرك. ما فضيتوا؟ وش اللي شغلكم؟ ظروف يعني كنا مشغولين شوي طال عمرك. طيب وش اللي شغلكم عن الدوام لمدة أسبوع؟ أسبوع حتى عمرك مو بأسبوع، إحنا ما غبنا إلا 7 أيام طال عمرك، وبعد إحنا جينا اليوم بدري طال عمرك، بس مشكلتنا إحنا مشكلة، إن إحنا طال عمرك انشغلنا بالمعاملات، بالأوراق، بالمراجعين، أيوة. على أساس كذا طال عمرك نسينا دفتر التوقيع. والله إن مشكلتكم مشكلة، ذبحتوني معاكم أنتوا الاثنين، ذبحتوني معاكم، وش أسوي لكم؟ خصم وخصمنا عليكم. وانذرناكم وما نفع. ما تقول لي وش قصتكم؟ يا اخي قلنا لك مشغولين يا اخي. اقول طال عمرك يعني خلك شباب طال عمرك. نعم؟ لا الاستاذ وديع طال عمرك يقصد يعني خليك شباب، قدر ظروفنا احنا كشباب يعني. على العموم انا قلت حق سعد يجيب لي دفتر التوقيع والانصراف في فتره انتدابي، اذا كان عندكم عذر مقبول ما يخالف، لكن ترامون ولمدة أسبوع في بيوتكم وتبغاني أسامحكم بيصير. هذا أنت قلت طال عمرك نوم، النوم مشكلة والنوم سلطان طال عمرك. إيه ما يخالف مرة مرتين ثلاث، مو هو بدوم وين اهتمامكم؟ أنا أقول طال عمرك أحمد ربك إن إحنا جينا. نعم ترى أنا ما أسمع. أنا قصدي طال عمرك إن إحنا يعني إحنا مهتمين طال عمرك. نعم صدقني مهتمين، يعني احنا طالعين من الشباب قاعدين احنا اليوم سهرانين الى الفجر ومن السهرة علينا على طول، اهتمام غريب جدا طال عمرك. للفجر؟ اي وش اللي سهركم للفجر؟ ابدا طال عمرك احنا شباب طال عمرك. انا اقول طال عمرك مسألة التوقيع هذه مسألة روتينية وحنا ممكن نحلها بيننا وبين بعض. لكن عادي اذا انت تشوف انه المسألة مهمة يعني خلاص احنا نوعدك انه ما عاد تشوف الا اللي تبيه. والله يا جماعة هذا انا قصدي الاهتمام بالشغل. ليش إن ما بيني وبينكم إلا كل خير؟ إحنا كلنا زملاء وهدفنا واحد، وأنتم شباب الحين بداية حياتكم الآن وبداية حياتكم العملية، إذا ما تهتمون الآن بالشغل ومتى تهتمون؟ لا صك واحد عمره 60 سنة، شوفوا زملائكم خذوا منهم قدوة. طب إيه بس طال عمرك أنا أقول إن زملائنا فاضي ما عندهم شغل ولا مشغلة. والله عاد أنتم أبخص مني فيهم، شفتوهم شلون؟ هم وياكم بالشغل وعارفين كل شيء. دوامهم يداومون، مدارسهم يروحون، بيتهم وبيوتهم كل يوم بيوتهم، وش فيكم انتم؟ وديع قل ايه وخلاص ترى زعجنا. عموما طال عمرك ان شاء الله ما تشوف لك الخير وما تسمع لك كل شيء زين طال عمرك. نشوف ابن الحق الكذاب لبيت اهله. على العموم مروا على سعد واخذوا دفتر التوقيع ووقعوا فيه، وفي هناك عند ناصر شويه اوراق خاشها لكم، أبيكم تخلصون هاليوم هالحين، فاهمين ولا لا؟ ودزوا لي ناصر. ايش رايك فيها؟ لا عدل سعد العادل صح ولا لا؟ طبعا اي بس قل ما شاء الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم صراحة انتم ما شاء الله. نعم عبد ما في شيء زميلي وقال لي قل ما شاء الله. قلت ما شاء الله ايش فيه هذا؟ انت من كلمك؟ اقول لك زميلي بعدين انت نفسك وش اللي دخلك بينه وبينك؟ ها يا جماعه لحظه شوي ايش فيكم دائما هواشر؟ شو القصه؟ ايش فيك؟ اسالك سؤال يا اخ خالد. ابغاك انت الحكم. تفضل. انا اخطيت بشيء؟ اول خطا لك انك انت دخلت وما سلمت. إذا كان هذه هي السالفة اللي مسوينها قضية أنت والأستاذ ناصر محلولة ولا لا يا أستاذ؟ طبعاً تفضل يا أستاذ وديع. لا أبداً لا عشان ما عاد يخلينا ما يعذر. أبداً تفضل يا أستاذ وديع. لا لا أنت أكبر يعني احرجني دائما تحرجني تفضل دائما تحرجني بس هنا بس تفضل يا أستاذ. أبداً لا والله أبداً. وأنت رسول أنت أرحم يا تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله أعتقد ما عادلكم عذر. ولا قوة إلا بالله. ممكن نعرف ايش تبون؟ حنا ليش نبي؟ حنا اللي ممكن نعرف أنت وش تبي؟ يا أخي أنا وديع اثنين في طريقنا أزعجتنا ذبحتنا وبعدين ما كنت بالذات ما نبغى شيء. تفضل سوي المدير يبغاك.
عنك يا خالد. أنا رايح للمدير. أقول ممكن أسأل سؤال واحد بس؟ تفضل. أنتوا إيش قصتكم على هالصبح هذا؟ إحنا إيش قصتنا؟ يا خالد ذبحنا. ناصر هذا ذبحنا. يا أخي ذبحنا كل يوم أعوذ بالله من صايح وصجة وإزعاج. ليش كذا؟ ليش؟ ليش؟ إحنا بيني وبينك إحنا ما علينا منه. إحنا يا سيدي اللي محتاجينه فقط يخفف علينا. يا أخي ليه ما يصير مثلك أنت؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ناصر. طال عمرك أنا جبت الأوراق أمس. لا لا أنا الحقيقة طلبتك في موضوع ثاني. استريح استريح. بس هم طال عمرك. الحقيقة أنا يا ناصر ودي تهتمون شوية بماجد ووديع. شلون يا حضرة المدير؟ أنت عارف يعني هذول شباب ومحتاجين حق التوجيه، وخصوصا يعني لما يجي التوجيه منكم أنتوا الكبار اللي مارسين العمل ومارسين الحياة. أنا الحقيقة ما ودي أخصم على أحد ولا ودي أنذر أحد، لكن هذه مسؤولية، مسؤولية عمل وأنا أخوك. هذا الكلام يا حضرة المدير، بس والله يا حضرة المدير حاولنا معاهم وايد ماك فايدة، عندهم بس الضحك والمزح والتعليق. معلش معلش، حاول معهم مرة وثانية وثالثة، تناصح ولا أخوك لأن الدين نصيحة. طيب طال عمرك ليش حضرتك ما تحاول معهم؟ مو أحسن؟ أنا حاولت معهم مرة ومرتين لكن ماكو فايدة، خفت يعتبرون كلامي هذا كأنه رسمي أو أمر، لكن لما يجي الكلام من عندك أنت غير يختلف. وأنا تحت أمرك يا حضرة المدير، ليش لا؟ زين عطنا الأوراق اللي عندك هنشوفها. إيه. يا شباب يا شباب يا شباب، صحصحوا معنا شوي لو سمحت، الأوراق كثيرة ولازم توصل للمدير اليوم. يا خالد ابن حلال ايش فيك انت يا اخوي؟ يا اخي اللي ما يخلص اليوم يخلص بكرة على ساعة الرجال. شلون اللي ما يخلص اليوم يخلص بكرة يا بني؟ طيب ايش ذنب المراجعين هذول اللي يجونك كل يوم؟ يا رجال عادي عادي، نقول لهم تعالوا بكرة. يا سلام، بمنتهى السهولة نقول لهم تعالوا بكرة. طيب وقل لي متى يجي بكرة؟ بكرة يجي بعد بكرة. خالد ممكن تخلينا ننام؟ أقول أنت وياه. اسمع، أعتقد أن هذا مهم مكان للنوم، وأنا أعتقد أنك طولتها معنا. يا أخي أنا تعبان، يعني تبغى أنا أشتغل وأنا تعبان؟ ما يصير. شلون يا أخي تعبان أنت تشتغل وأنت تعبان؟ هذا قلت لك أنا هذا مهم مكان للنوم، تبغى تنام راح البيت. البيت؟ عاد حنا شفنا البيت، حنا يا خالد لنا يومين ما دخلنا البيت. يا أخي هذه ما هي مشكلتي، الآن كل ما هنالك الأوراق لازم تخلص. أستاذ وديع، السيد المدير يقول لك خلص الأوراق دي وعرضها عليك. تعال، قبل ما تخلص الأوراق من الأوراق، الجرايد وين؟ عند السيد المدير. عند السيد المدير؟ طيب، ليش ما تجيبها؟ نشوف أخبار الكورة والكاركترات. حضرتك عارف إن الجرايد ما بتتوزعش دلوقتي. أسرقها أسرقها يا غبي. أنا أسرق وغبي كمان؟ الله يسامحك يا أستاذ وديع، الله يسامحك، كتر خيرك. يا رجل حرام عليك تتعامل مع واحد قد أبوك بهالطريقة. أولا هذا قهرني، قهرني بشكل ما يتصور. بعدين شوي وينسى يا رجال، ينسى الموضوع كله. إيه بس المفروض يعني تعتذر من يا أخي، المفروض شيء والواقع شيء ثاني. خلاص يا وديع خلاص، كل إن شاء الله ومشوا على قد حقهم، خلنا نرقد. مشورك أمرك أمرك يا أستاذ ماجد، خلاص إن شاء الله ما يصير إلا الخير. المهم خلص المعاملات هذه، ترى أنا تعبان وسهران طول الليل. سهران؟ وليش سهران؟ ما يبعد الاختبارات قربت وانا ما بعد درست، والمشكله انه ارجع ابغى اذاكر ما اقدر لانه مش مركز وتعبان جدا. تصدق يا خالد مشكلتك هذه انا مريت بها. ايام الاختبارات كنت ابغى اسهر ولا اقدر، وابغى اذاكر وفين النوم،
لكن ابشرك مشكلتي انحلت. مشكلة واحد يبغى يركز ويبغى يدرس بس المشكلة تعبان. يعني انا بعد امبارح بالفعل ثبت لي ان الواحد عشان يدرس بشكل مركز لازم ينام ولازم يرتاح. انا كنت اقول مثلك، كنت اقول مثلك، ما كنت افهم. لكن انا اقول لك مشكلتي انحلت ومشكلتك حلها عندي وانا مهندي. شلون؟ انا اقول لك شلون. عندي صديق الله يطول لي عمرك ما في شيء ما يعرف له. انا قلت له على المشكله، اعطاني حبه واحده بس، حبه واحده صغيره تصدق كنت فعلا ادرس وانا مركز. لا يا شيخ لا بقى. محبوب لا هذه اكيد انها مضره. وشلون مضره الحين؟ حبه معطيه اياها الطبيب وشاريها من الصيدليه. يعني يمكن مريض، يمكن تعبان. اي مريض. انا اقول انه حالتك هذه فعلا محتاجه، وبعدين انت محتاج الحبه هذه، وبأمس حاجه، صح ولا لا؟ اي صح. ها صح. اذا استعملها وتجربها. تفضل. هذه وش هي؟ الحبوب اللي قلنا لك عليها. لا 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 لا، حبوب ما بيها. شلون ما تبيها الحين؟ انت غالط نفسك وديها. انا اقول لك انت محتاجها وعشان تذاكر ولا لا؟ اي محتاجها بس لا لا. اسمع، انت تاخذها اذا ما نفعت معك ارمها. ايه خالد ارجوك خذها بسرعه، لا يجي احد الحين يشوفنا يقعد يحسبها شيء ثاني. أبشر 2003. ها ما جبت شيء. ها اقول لك ما جبت شيء. وطول هالوقت دي وش قاعد تسوي انت؟ وديع ابوي ما هو في البيت، ابوي في المحل الى الان، يعني من الصبح الى الان في البيت، حتى غدا ما تغدى. تقول لي اجيب؟ وش اجيب؟ طيب اطلع 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 اطلع، روح لابوك في المحل. يلا اطلع. وين؟ نروح لابوك في المحل. اطلع، ايش فيك انت؟ امش اركب يا رجال، اركب امش. ابوي امش اطلع. يلا ساعة قاعد انتظرك ساعة. الله بالخير يبا. عليكم السلام يا حلم ماجد. خير؟ وش جايبك اليوم؟
الحقيقة يا أنا من زمان ما شفتك وشكت لك وجيت تسلم عليك. اشتاقت لك العافية. لكن خير يا ماجد. وش تبي ها علمني بس قل لي. صراحة يا أنا أبغى 500 ريال. 500 ريال؟ وش هو ال 500 ريال؟ نسيت إن أول الشهر توك أخذ راتبك؟ وين راحت قروشك؟ يبا الله يهديك، أنت نسيت إحنا اتفقنا عليه في الراتب؟ ما اتفقنا أنا وياك إنه كل راتب أخذه أحطه في البنك علشان أجمعه وأتزوج؟ إذا كانك عاد رجعت كلامك كله نسيت هذا الشيء ثاني. نسيت يا وليدي، والله نسيت. يبا ترى إذا كانك رجعت في كلامك أنا ما عندي مانع، خلاص أسحب فلوسي من البنك وبس. لا 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 لا، اللي بالبنك خلوا نجمع عليها عشان أزوجك. يا وليدي سوي العيب بصيرة ولد قصيرة، سوي أسوي؟ وأنا أدور لك 500. يبا الله يهديك، عاد ما أظنك تقبل تفشلني مع صديقي. أنا هو صديقك؟ وديع زميلي في العمل ما تعرفه. لا ما عندي الا شيء ما يذكر، لكن صلوا معنا ان شاء الله ويصير خير. اشوف اتسلم لك منه ولا منه. يبا انا محتاجها قبل المغرب، شوف لي اللي معك ودبر لي منه ولا منه. يلا عاد بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا وليدي والله انت احرجتني، قشرت وجهي عند خلق الله. الله يصلحك يا وليدي. هلا اشوف. أقول ماجد، ليش ما تنزل مع أبوك؟ يمكن تجيبون أكثر. وين أنزل معه أنت بعد؟ تبغى الناس تعرف إن هاللي قاعد يتسلف أبويا وديع؟ طيب خلاص هذا هو جاء، خلنا نشوف إيش سووا. أمري لله يا وليدي، إيش أبي أسوي؟ تقشر وجهي وأنا رحت لأبو فهد وقال والله ما عندي. ورحت لابو عزيز هناك وقال ما عندي، لكن انا معي الحين 250. ما شبه حالك وبعدين يسهل الله الامر. الحين انت رجال هذا كبرك، انت بقادر تجيب 500؟ بعت انا 50. يبا الله يطول لي عمرك. حاول تسوي اي شيء، حاول تتصرف باي مبدا. يا وليدي وش تبين اسوي؟ هذاك شفتني رحت الرجال هذا وقال ما عندي، ورحت الثاني وقال ما عندي الا 250، وش تبين اسوي؟ ماجد خذهم ويلا مشينا، يلا مشي الكب، يلا بسرعه. يا وليدي الحين بيجي، صلوا معنا وبعد الصلاه بيزقنا الله. يا وليدي مش مكملها. يلا امشي الكب رجال، امشي. رب العالمين. الله يهداك يا ابو خالد، ما كان المفروض تسمح لي اسافر وسوق السياره وهو تعبان. يا بنت الحلال، هو اعطاني فرصه ارفض ولا وافق؟ لكن يا خالد تاخر كثير. يا بنتي لا تخافين، الغايب حجته معه.
هذا؟ العشاء. إيه بس أنا تعشيت يا هل. ليش بس تتعشى برا يا خالد؟ شلون ليش بس تتعشى؟ واحد جاع ما ياكل يعني؟ ياكل. يلا يلا تحركي وروحي سوي لي بيانة شاهي معتبرة. شاهي؟ نعم. ليش؟ أنت مت بنايم؟ وين أنام؟ وين أنام؟ أنا عندي مذاكرة مهمة. إيه بس يا خالد أنت تعبان ولازم تستريح. أنا أدري إن أنا تعبان ولازم أستريح بس الامتحانات قربت. إنزين يا أخي دام إنك عارف إن الامتحانات قربت إيش حقه ما تنظم وقتك وما تسافر؟ شلون ما سافر يعني خلي هذول يضحكون علينا يا هلا. لا لكن لازم أبوك ما يرهقك معه. يعني شلون يعني؟ خلي الرجال الكبير هذا يسافر وأنا أقعد هنا. يلا 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 روح يسوي اللي بيها الشاي لأن بالفعل أنا محتاج. إن شاء الله. ماجد شو تفكر فيه؟ صراحة أنا قاعد أفكر في وقاحتنا مع أبوي. لو سمحت لا تعم. سمعت ولا لا؟ بعدين هذا أبوك يعني المفروض يصرف عليك. إيه يصرف علي في حدود استطاعته، يصرف علي بأشياء ضرورية لكن ماجد أنت قلتها بأشياء ضرورية وهذه زي ما أنت عارف شيء ضروري. وديع أسكت إذا سمحت. اسكت اسكت. الله اكبر عاد الحين ابوك الحين هذا اللي جاب الحين 250,000. وديع ال 250 اللي انت تستهتر فيهم هذه يكون بعلمك فلوس اليوم ودين بكره. يا رجال دين دين وفلوس استبحتني انت الحين. الله اكبر انت قاعد الحين تقص علي قصه حياتك انت. انا اقول الرجال ما هو فيه. خلنا ناخذ الفلوس ونرجعها لابوي. ماجد خلاص دور ما اشوف احد. طيب هات الفلوس هات الفلوس هات الفلوس اللي معك. أكيد هو أكيد هو. هات هات بسرعة بسرعة الفلوس دي الحين ما أقدر. ما شاء الله جايب نفس الموعد. عطني ب500 بسرعة. أنا؟ لك تحركني بسرعة ب500 عطنا بسرعة. نعم. لا لا أنا آسف أقول شارع 500 وين فيه؟ لا لا عارفة أنا عارفة في الاتجاه هذا. يلا السلام عليكم. ما اعرفه. ناظر شلون ناظر فينا. ما عليك منهم مش بس بصراحه. طيب الحين انت وين بتروح؟ وين بتروح؟ ابى اروح الواحد بنلقى عنده كل شيء ان شاء الله. لا وديع تكفى انا خايف. خلاص رجعني خلاص يا رجال. بنمر عليه بنلقى عنده كل شيء وبنرجع بعدين. يا اخي احنا وش نبغى بالمشاكل؟ لك ساعه تدور ما تعرف وين بتروح. خلاص قلت لك
هذا احنا بنروح يمه دقيقه واحده بس دقيقه. انا ماني رايح معك، رجع لي البيت، رجع لي. نعم نعم طال عمرك، ما دمت ارسلت لي الاوراق فتاكد اني راح اتابع القضيه بنفسي، بس ابغاك تتركني بعض الوقت حتى ابدا من اسفل الهرم حتى اوصل للراس. نعم نعم طال عمرك، الظاهر ان الاوراق وصلت، ارجو ان نكون عند حسن ظنك.